فقرة اللي تعودت بها سبيسيال تينيس، أكيد نحكيه على أنس جابر وزيرة السعادة اللي شاركت مؤخرا في دورة أستراليا المفتوحة تقييم لمشاركتها. سعيد جدا باستقبال المكالمة الهاتفية ماهر بوغنيمي مدرب كرة المضرب. مرحبا بك ماهر. مرحبا سي عبد الله، مرحبا مستمعين إذاعة حياة فام، ومرحبا بمتابعين سبيسيال تينيس. كما كنت تسمع ماهر، باش نحكيو اولا على تقييم لمشاركه انس جابر في دوره استراليا المفتوحه، ولو انه انس ما عودتنيش يعني بالخروج مبكرا كفني ومختص في الرياضه هذه، كيفاش ريت وكيفاش تقيم مباراه او مشاركه انس جابر في الدوره هذه؟ والله كما تعرف يا عبد الله، انس جابر معنا خدمه الموسم الرياضي 2022 في شهر نوفمبر بعد ما شاركت وترشحت وترشح تاريخي لبطوله المسيرز اللي نذكره كونه البطوله هذه يعني خرجت تونس من دور المجموعات بعد ما فازت مباراه واحده وخسرت زوج مباريات، وبالنتيجه هذه كملت اونس جابر الموسم الرياضي في المرتبه الثانيه عالميا كاحسن يعني نتيجه لها سلسله المشوار الرياضي. بعد هذه البطوله اخذت يعني اونس راحه كما اللاعبين كل، مدتها بريست معناها 15 يوم 20 يوم، وثم بدات التحضيرات الموسم الرياضي الجديد يعني في شهر ديسمبر بالمناسبات. بعديك سافرت دبي لاستئناف التحضيرات وشاركت غاديكا في مباراه وديه في الامارات يوم 16 ديسمبر، باش تعود بعد ذلك لتونس لاستئناف التحضيرات اللي لتشد الحال يعني 10 جانبي. فضلت وقلت لبطولة أستراليا المفتوحة اللي هي أول بطولة برانشلام يعني في الموسم الرياضي، شاركت يعني أنس في الدورة الأولى التحضيرية اللي هي دورة أدليايد التحضيرية اللي انهزمت أنس في الدور الربع النهائي أمام اللاعبة الأوكرانية المصنفة 61، وفي البطولة الثانية أعلنت يعني أنس التحابها بداعي الإصابة، وهذا معناها كان بتتر معناها منها هي باش تكون حاضره اكثر لبطوله استراليا المفتوحه، ولكن مع هذا كما تفضلت وقلت كان انسحاب يعني من الدور الثاني على حساب اللاعبه التشيكيه فاندراسو بالمصنفه نذكره معناها 68 عالميا بنتيجه يعني 6-1 7-5 و6-1 في اشواط جزء اشواط لشوط. التقييم والله معناها اللي لاحظناه سي عبد الله في البارك التحضيريه في دورة استراليا المفتوحه كون اون جابر مازالت ماهيش حاضره خاصه على الصعيد البدني، صعوبه في المباراه الاولى اللي فاز فيها اونس بزوز مجموعات لمجموعه واحده، وفي المباراه الثانيه لقات نفس الصعوبه وشفناها يعني في الشوط الاخير خسرت 6-1 وكانت معناها بدنيا الحقيقه مرهقه برشا. انا نتصور كون انس ما ارتحتش معناها كوميتفو واللي حتى هي بيدها عبرت على صفحتها على الفيسبوك وقالت راني حكيت روحي معناها مازلت مانيش مرتاحه، نحس في بدني مازال ماهوش مرتاح، لازمني نزيد ناخذ اكثر راحه باش نسترجع القوه نتاعي، ونتصور معناها كان تاخذ اكثر ربو وتحاول ترمم معناها المعنويات نتاعها وتحاول معناها الاصابه هذه اللي تستحق فيها تحاول معناها نقولوا نحن دواها على قاعده فرد مره باش ما تقعدش كل مره كل تروا معناها تقلق فيها وترجع ان شاء الله اون جابر في اقرب الاوقات. وبرشا لاعبين سي عبد الله تعرضوا لعديد الاصابات وقعدوا معناها بعاد على المنافسات ورجعوا معناها في اعلى التصنيف العالميه، معناها هذه ماهيش يعني نقولوا نحن بدعه ولا حاجه ماهيش معروف بها، وان شاء الله انت تقوم بالاختيار الصائب هي والاصابه الفني نتاعها باش تحاول ترتاح اكثر شويه وتاخذ اكثر راحه باش ان شاء الله ترجع معناها في فورما وتفرحنا في باقي المباريات ان شاء الله. وحتى المصنفه الاولى عالميا زاده مش في افضل حالاتها ماهر، انهزمت برشا مفاجات في الدوري الاسترالي مفتوحه، اللاعب زفيريف انهزم، سكري معناها انهزمت، اللاعب الايطالي بيريتيني معناها خرج يعني من الدور الاول، وهذه هي بطوله جراند شليم سي عبد الله تعرف فيها برشا نقاط فيها برشا حوافز ماليه، فالناس الكل تكون متحمسه لدوره جراند شليم، واللي ما يكونش حاضر ما يكونش في نهاره معناها بطبيعه الحال مش يلقى امام منافسين قويين ومش مش يلقى حظه معناها في البطوله،
وان شاء الله نقول نحن هذه عثره تكون لها معناها بالعكس ايجابيه، تكون لها قوه باش تحاول ان شاء الله تربى من الصفر نتاعها وترجع البطله اللي تنورنا فيه. ان شاء الله ان شاء الله انس جابر ترجع كيما عودتنا قبل. باش نحكيو تو على نتائج مشاركه المنتخب التونسي للتنس في نهائيات بطوله شمال افريقيا للفرق الناشئين بالقاره، واكيد المشاركه كانت تقريبا محترمه جدا. صحيح جوست حاجه برك سي عبد الله على انس، خلينا نكملوا بنقطه ايجابيه. انس تم يعني اختيارها ضمن نقولوا نحن اللجنه التنفيذيه لرابطه اللاعبين المحترفين، هذه اللجنه اول مره يعني تصير في على النطاق العالمي، واللجنه هذه باش يكون عندها معناها مقعد على طاوله صنع القرار في رياضه التنس او من الجهه المشرفه على رياضه المحترفين، ويتراسها اللاعب الصربي نوفاك جوكوفيتش اللجنه هذه، وانس عضوه في اللجنه هذه، فهذه ان شاء الله حاجه مشرفه للبطله بتاعنا ولبلادنا، وان شاء الله يعني ديما انس جابر تنورنا، وان شاء الله معناها ديما التنس بخير ان شاء الله. بالنسبه لل هاي بالنسبه للبطوله الافريقيه بطوله شمال افريقيا للناشئين اللي قامت في القاهره، تحصل المنتخب التونسي يعني على المرتبه الاولى بالنسبه للناشئات، ومنهم اللاعبات نسميهم نور سحلون، سار عتيق، ونادين الحمروني. وبالنسبه للفرق الذكور تحصل الفريق الاداني على المركز الثالث، والمتكون من لاعبين احمد درمول وانس بن يوسف واسكندر النصايري. وبالنسبه للفريق الاصاغر تحصل يعني المنتخب الوطني على المركز الثاني، ويتكون معناها الفريق من اللاعب علي تريفي وانس الشيخ ومعاذ الزوادي. وتحصل المنتخب التونسي على الصغريات على المركز الثالث، ومتكون من لاعبين ديما السوسي وشهد الترخاني ومريم مخلوف. كما تشوف في عبد الله يعني نتائج باهية ونتائج مشرفة، عندنا المركز الأول، عندنا المركز الثاني، عندنا المركز الثالث في البطولة هذه نقول احنا الإفريقية للفرق، فديما معناها صغيراتنا باردين على المستوى الإفريقي وقاعدين نفرضوا في رواحنا على برشا بلدان اللي هما أكثر منا إمكانيات وأكثر منا موارد وأكثر منا يعني عدد. فالحمد لله ديما التنس التونسي نورنا اللي سميتهم لك، علاش ليه ما نشوفوش منهم لاعبين معناها ان شاء الله غدوه يخداو الفطاه كيما مالك الجزيري ولا انجاب. ان شاء الله نتمناو نحن نلقاو اسماء كبيره باش نختموا بمشاركه فرق الاكابر للتنس في بطوله النخبه العربيه اللي اقيمت بالكويت. صحيح اقامت البطوله العربيه للنخبه بالكويت، وكانت البطوله هذه يعني شارك فيها كل من اللاعب عزيز دوغاز واسكندر المنصوري. تمكن الزوجي التونسي من احراز بطوله الزوجي، وهذه نتيجه معناها طيبه وطيبه جدا. وفي مسابقه الفردي تمكن عزيز دوغاز من الوصول الى دور نصف النهائي، وانهزم مع اللاعب الاردني اللي فاز باللقب بنتيجه زوج اشواط في شوط واحد، وكانت منافسه قويه الحقيقه. واللاعب الاردني ذا يعني لاعب ناشئ ولاعب صاعد يترينا في معناها في الاكاديميه نتاع رافائيل نادال في اسبانيا، ولاعب يعني من الطراز العالي. بدا عزيز دوغاز حقيقة الماتش بالباهي، ربح الست الاولى، لكن بعدك يعني تدارك اللاعب الاردني في الشوط الثاني والثالث. فنتمنى ان شاء الله حظ اوفر للاعبين التوانسه اسكندر منصوري وعزيز دوغاز في قادم المنافسات. ان شاء الله بالتوفيق للاسماء اللي ذكرتهم انت يا مير، وكذلك لبقيه عناصر المنتخب الوطني التونسي. والأنس جابر ان شاء الله ترجع بربي عبد الله. بربي سي عبد الله نحب زاد نعرف شويه على النتائج الطيبه اللي قام بها الناس بالقيروان. ديما راني قاعد نتبع في النتائج نتاع الصغيرات نتاعي، والحقيقه نتائج مشرفه، ونحب نوجه تحيه ان شاء الله للاطار الفني والاوزياء والهيئه المديره على راس السي محمد ديوان، ونتمنى ان شاء الله كل خير للناس بالقيروان اللي قاعد الحقيقه ماشي على خطى ثابته. ان شاء الله اكيد كما قلت انت، والنادي يعني جمعيه القيروان اللي قاعده تقدم في اداء كبير برشا ونتائج ايجابيه وطلعت عديد الاسماء، ان شاء الله
تنسج على منوال عديد الأسماء اللي وصلت للعالمية. وشفنا أنس جابر تعتبر قدوة وزيرة السعادة، كما شفنا بعض الجمعيات في مختلف الولايات اللي توجوا بعديد البطولات، وكذلك أسماء كبيرة اللي برزت. كذلك زاد في ولاية القيروان عنا عديد الأسماء، ويرجع ديما للإطار الفني وكذلك للقاعدين سهرين على الشبان ذوما والشابات اللي قاعدين يشاركوا بانتظام، اللي قاعدين يشاركوا في التظاهرات سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، وكذلك تظاهرات كبيرة برشا. إن شاء الله مزيد من الاحتكاك سواء في المسابقات الإفريقية أو العالمية. شكرا لك ماهر بوغنيمي على كل الإضافات. باش نتوجه في الأخير قبل ما نختم الحصة بتاعنا، سؤال لسي شكري وسؤال لسي رضا. سي شكري، كنا نحكيو ناس الكل وبكنا تركيز كبير على وزيرة السعادة أنس جابر، للأسف اللي هي غادرة المسابقة كما قال ماهر. الإصابة ديما أنس جابر كل ما تشارك في أقوى البطولات، لكن سوء الحظ تعدد الإصابات خلاتها تنسحب من دورة أستراليا، لكن أنس جابر قاعدة تحضر لبطولات ما أهم. أكيد تبدا عندها دي زوبجيكتيف، لكن قبل بكل شيء نحب نعلق على النتائج نتاع نادي التنس بالقيروان. كانت ليا فرصة شفت التران جديد اللي حضر، يعني التران برانسيبال حاجة معناها ممتازة جدا. أنا كنت متواجد تقريبا عندها أسبوع التالي في نطاق متابعتي للأنشطة تاع الجمعية الرياضية المدرسية، ناقصي كمان نجار، نقل ملعب مقاول. رقم خمسة. ملعب رقم خمسة ممتاز جدا، الأرضية ممتازة، يعني وقع تثبيت كراسي للجمهور، معناها كمنصه صغيره لكن حاجه ممتازه جدا. وذاك علاش شيء طبيعي باش معناها الانفراستركتور هذيك تطلع ابطال وفي دي فيتور شامبيون يمشي راهم ان شاء الله في التنس بالقروان. بالنسبه الأنس جابر، الأنس جابر اكيد كما قلت لك عندها دي زوبجيكتيف، يعني فما معناها دي شيونس مش تلعب عليهم، فما اللي مش تراهن عليهم، فما حطيتهم سيبلي وفما اللي تحضر بهم، فهمتني توا؟ يعني تنجم تكون دورة أستراليا هذه تحضر بها الدورة ما أهم، اللي هي ممكن تكون الدورة هذيك يعني السيبلي، الدورة المستهدفة. يعني فما دورات مستهدفين سواء على مستوى لي بوان اللي مش تلمهم أو على مستوى المفعول المالي نتاعهم. هذاك علاش نقولوا نحن بوتيتر هي حسب تخطيطها وحسب معناها الأهداف نتاعها، ممكن معناها دورة أستراليا ما تكونش من الأهداف نتاعها. واضح. سيريدا أنس طبعا من النقاط المضيئة في رياضة التنس في تونس، وزيرة السعادة شرفتنا برشا ورفعت الراية التونسية في المحافل الدولية، وهذا يدل على شيء، يدل أنه فما عمل كبير كما كنت تحكي توا نادي التنس بالقيروان. النقلة النوعية اللي عرفها في المواسم الأخيرة يعني على مستوى الفني والإداري، نشوف أنس جابر هو كمثال. شفناها يعني تألقت في يعني في رولان جاروس في فرنسا، يعني كانت عملت يعني وصيفة، وزاد في بطولة ويمبلدون يعني تألقت في مع تظاهرات عالمية كبيرة. اليوم الغالب يعني ما نجموش نقولوا يعني الارهاق والاصابات، يعني اصابات، اصابة في الركبة، اصابة في الظهر، يعني لحقتها الاصابات مع الارهاق الكبير والنسق الكبير والريتم. معناها كي تشوف انت اليوم يعني لعبة 68 ولا 78 تشيكية ماركيتا فوندروسوفا هي يعني تشوف المستوى الفني نتاع رتبة المرتبة نتاعها في السبعين، معناها تعرف انت اللي يعني النسق شنو هو والامكانيات الفنية والبدنية ومتاع يعني اللاعبات ومتاع يعني اللاعبين في رياضة كرة التنس. دونك معناها ان شاء الله سيري رضا ما ياثرش على ترتيبها على المستوى الدولي، ان شاء الله تحافظ على المرتبه الثانيه، لانه من اللي وراها حسب ما شفت لي بوان انا قربوا لها برشا. أيوة. قربوا لها برشا اللي وراها، معناها مرتب يعني العشره تقريبا قربوا لها برشا. وأنس جابر يعني حاسب هذا حاسه، وشفناها كيفاش تاسفت برشا وكيفاش متاثره برشا بعد اللقاء. نجم نقولوا ما نجم نقولوا كان نشجعوها ونقفوا معاها، وراي بطله وبحول الله ان شاء الله تشرفنا وإن شاء الله تحقق الأهداف نتاعها إن شاء الله. واضح. شكرا لكم، هكا وصلنا لنهاية. بلي كلمة أخيرة، مستقبل السبيخة انهزم قدام قصيبة المديوني، هدف لصفر في الحصص الإضافية. للأسف انسحب. حتى أنا عندي كلمة أخيرة سي ما يسالش نقولها، راهو 23 بلاش زوز يعني المدارس نتاع شبيبة القيروان 10 بلاش و13 بلاش ضد النجم الرياضي الساحلي البارح.
يعني مقابلات رسميه راهو برشا برشا وفضيحه على فريق عريق انجب عديد اللاعبين اسمه شبيب القيروان. لابد من المراجعه ولابد من وضع الداء. راهو الشبان هم مستقبل الشبيب. واضح الشبان مستقبل الشبيب. هكا وصلنا لنهايه حصه استاد الحياه لليوم. شكر خاص رضا سي شكري سي عبد المجيد الجبيلي. شكر خاص للمايسترو اليوم نوفل السلطاني كان في خرج التقني محمد سيف الدين بولعريس جندي من جنود الخفاء اللي عمل لكم كل الصور. أنس الهامامي في تنسيق المكالمات الهاتفيه. عبد الله الحطاب يقول لكم شاهي طيبه تصبح على خير ومتابعه طيبه لبقيه برامج الحياه تفهم.